الله العظيم. وبعدين هذا الجهد وهذا اللي نشوفه اليوم ما شاء الله، يعني بيقولون بوقت قصير سعد انت يا سيد صراحة، يعني بطلت سبيل سعادة وسعادتنا ان هذين الشباب فين الموجودين اليوم يكونوا فرحانين ولله الحمد. الكل عنده اشكاليات والكل عنده اموره الخاصة، ولكنهم ما شاء الله عليهم مبتسمين سعيدين وفرحانين بوجود الكل.